بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله في حل هذا التمرين. التمرين الأول هو عبارة عن حساب محيط ومساحة شكل غير مألوف. لاحظ عندنا الشكل الأول وعندنا الشكل الثاني. سابقا تعلمنا كيفاش نحسبوا مساحة شكل غير مألوف. قلنا نحسبوا بماذا نحسب؟ بالتجزئة، نجزئه ونحسبه. تبع، جبنا هذا الشكل، عندي طريقة أخرى للحساب، ماشي شرط نجمع الأشكال، نقدر نطرح الأشكال. صحيح؟ احسب مساحة ومحيط كل من الشكلين. لاحظ هذا الشكل، الشكل يتكون من ماذا؟ نقدر نجزئه إلى نجزئه هنا ونجزئه هنا. شا يعطينا؟ يعطينا ثلث مستطيلات، يعطينا ثلث مستطيلات. دروك شنو باغي ندير؟ بين جزئه شنو ندير؟ هذا لاحظ جيدا، هذا عبارة عن ماذا؟ هذا الجزء هو عبارة عن فراغ، هو عبارة عن ماذا؟ عن فراغ. شنو ندير؟ نحسب المساحة الكلية نقص منها هذا الجزء. صحيح؟ إذا مساحة الشكل، إذا حساب مساحة الشكل S ماذا تساوي؟ تساوي المساحة الكلية ناقص المساحة تاعها، هذا نسميه واحد ناقص نقصه. نحسب المساحة الكلية ونقص منها هذا، ولا طريقة أخرى احسب هذا، تحسب ذا الجزء وذا الجزء وهذا، وش تدير؟ تجمعهم تلقى نفس القيمة. صحيح؟ شنو يبان ندير؟ الهدف من هذا هي الطريقة الثانية. هاي تبع معايا اس، نحسب المساحة الكلية. المساحة الكلية اللي هي كاع، هذا الطول شحال؟ سبعة. هذا الطول كم؟ اثنان. وهذا كم؟ اثنان. إذا هذا الطول كم؟ هذا 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 اثنان. إذا الطول هذا كم؟ وين ثلاثة؟ لا ثلاثة هذا العرض. لا دايرينها غير هنايا بصح. هذا لاحظ التشفير، لاحظ التشفير شنو دايرنا؟ خط هنا وخط هنا وخط هنا، معناها هذو الأطوال الثلاثة كم؟ متقايسة. يعني هذا أعطاني ذا اثنان، هذا كم؟ اثنان. وهذا اثنان. تبعوش التشفير، ما تبعوش العدد وراه موضوع، تبع الموضوع الأول ومن بعد تبع البقية. إذا الطول هذا كم؟ 6 سنتيمتر. إذا ماذا تساوي؟ تساوي الطول في العرض. شحال تعطينا؟ تعطينا 7 في 6. احسب لي 6 في 7 شحال تعطينا؟ 6 في 7 42 سنتيمتر. دروك نحسب المساحة. واحد مساحة هذا هو عبارة عن مستطيل الطول في العرض. شحال تعطيني؟ تعطيني 3 في 2. إذا شحال تعطينا؟ تعطينا 6 سنتيمتر. نحسب المساحة الآن، قلنا هي آس الكلية ناقص آس 1 اللي هي 42 ناقص 6. هيا احسبها لي. 42 ناقص 6 42 ناقص 6 36 36 سنتيمتر مربع. 36 مربع. لاحظ معي، نتأكدوا هذا كم؟ ثلاثة. إذن هذا الطول كم؟ هو ثلاثة. نحسب المساحة تاعنا شحال يعطينا؟ يعطينا 18 وهذا 6 وهذا 6. أجمع 6 18 مع 6 أي أجمعه؟ أجمع، اكتب 18 زائد 6 زائد 6 30. صح. هل هذا الطول؟ هذا الطول الكلي شحال؟ 7. اذا هذا شحال؟ 30. هذا 4. هذا 4 شحال يعطينا؟ يعطينا هنا 24. خطأ في الحساب. 24 زائد 6 24 زائد 6 30 زائد 6 36. ها هي 36. الان حساب محيط هذا الشكل. صحيح؟ خاش الطول هذا 7، أنا اعتمدت عليه بلي 6، خطأ بسيط.
لاحظ بي يساوي ماذا يساوي بي؟ يساوي مجموع أضلاعه. نبدأ 7 زائد هذا الطول شحال؟ 6 هذا الطول 7 زائد هذا 2 زائد هذا 3 زائد ذا 2 زائد هذا 3 زائد هذا 2 بي ماذا تساوي؟ هيا احسب لي 7 هيا احسب 7 زائد 6 زائد 7 زائد 2 زائد 3 زائد 2 زائد 3 زائد 2 شحال تعطينا؟ 32 ولا 33؟ نعود 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 زائد 6 زائد 7 زائد 2 زائد 3 زائد 2 زائد 3 زائد 2 شحال تعطينا؟ تعطينا 32. عاودوا حسبوه عاودوا حسبوه. الآن ننتقل إلى الشكل الثاني، حساب مساحة هذا الشكل. هاي اس ماذا تساوي؟ شنو نديرو هنا؟ قلنا نحسب نجزؤها. هيا تبع معايا تبع نجزأ نجزأها إلى ماذا؟ إلى مثلثين. سأعطانا عطانا التشفير هنا، معنى هذا 3 وهذا كم؟ 3. هذا 3 وهذا 3 خاش راهي في المنتصف. هذا الطول كم؟ هذا 5. هذا 1. خصنا هذا الطول كم؟ شندير لاحظ باللي هذا الطول نفسه هذا الطول، هذا وهذا كيف كيف. 9 ناقص 1 8. 8 قسمت 2 أربعة أربعة، تلقاها أربعة أربعة صحيح؟ خاش نقصوا واحد، هذه ما راهمش في نقطة واحدة في المنتصف، ونقسم 9 على 2. 9 نقص منها واحد تعطينا 8 ونقسمها على 2 تعطينا 4 4. إذا المساحة الكلية ماذا تساوي؟ تساوي آس 1 زائد آس 2 زائد آس 3. لاحظ أن آس 3 وآس 2 لهما ولا الشكلين لهما نفس المساحة. إذن ماذا نفعل؟ نكتب آس 1 زائد آس 2 زائد آس 3. آس 2 وآس 3 لهما نفس المساحة. إذن آس 1 اللي هو هذا عبارة عن ماذا؟ هذا عبارة عن ماذا؟ مستطيل. مساحته الطول في العرض شحال تعطينا؟ 9 في 3. إذن آس 1 كم تساوي؟ 27 سنتيمتر مربع. درك نروحوا لاس 2. درك اس 2 هو نفسه مساحه اس 3. نحسب مره واحده ومن بعد نضرب في 2 ولا نعاود نجمعها نفسها. شنو تساوي؟ تساوي بي في اش على 2. القاعده كم؟ 4 الارتفاع 3 على 2. اذا اس 2 كم تساوي؟ 4 في 3 12 قسم 2 6 سنتيمتر مربع. لا الثانية أيضا غادي تكون نفس المساحة. آس 3 تساوي أيضا 6 سنتيمتر مربع. الآن نحسب المساحة الكلية، أي المساحة الكلية شنو تساوي؟ 27 زائد 6 زائد 6. إذن آس الكلية شنو تساوي؟ كحسبوها لي كم؟ 39 سنتيمتر مربع. الآن ننتقل إلى السؤال اللي بعده اللي هو حساب محيط هذا الشكل. المحيط كيفاش نحسبه؟ مجموع الأضلاع. قلنا المحيط كي نرمزو له، نرمزو له بي. نبدأ 9 هذا الطول كم؟ 6 زائد 3 زائد 3 تعطينا 6 زائد 5 زائد 1 زائد 5 زائد هذا 6. إذن المحيط سنعود نرجع شحال تعطينا؟ 32 سنتيمتر. إذن
محيط هذا الشكل يساوي 32 سنتيمتر. وهنا تعلمنا كيفاش نحسب مساحات. وهذه هذا الشكل الأشكال نوظفوهم في حساب ولا في الوضعيات الإدماجية اللي غادي تكون في الاختبار إن شاء الله. في الفرض ولا الاختبار غادي يكون لنا تمرين كيما هكا. We'll be right back.